بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 100. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة هي أطول آية في كتاب الله، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف، وهي حافلة بالأحكام الشرعية في المعاملات والشهادات وما يتعلق بتوثيق الديون والحقوق. هي والآية التي بعدها فيها توثيق الديون والحقوق لئلا تضيع، وهذا التوثيق ذكر الله له ثلاثة أنواع. النوع الأول الكتابة، النوع الثاني الإشهاد عليه، النوع الثالث أخذ الرهان الرهون عليه. هذه أنواع من التوثيق للديون، مما يدل على أهمية هذا المال والنهي عن إضاعته، لأن المال فيه مصالح عظيمة للفرد والمجتمع، وأيضا في هذا التوثيق قطع للنزاع بين الناس وضمان للحقوق ونفي للظلم وإراحة للحاكم والمحكوم، فيا لها من آية عظيمة. والمناسبة بينها وبين الآيات التي قبلها والله أعلم، أنه لما كانت الآيات
التي قبلها في ديون الربا المحرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم بعد آيات الربا جاءت هذه الآية لبيان الديون المباحة، الديون المباحة وما ينبغي أن يتخذ نحوها، لأنه ليس كل الديون محرمة، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقد دل الدليل على تحريم ديون الربا، فيبقى ما عدا ديون الربا من الديون مباحا، وحاجة الناس تدعو إلى ذلك، تعاملهم فيما بينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، على خطاب من الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى، فالإيمان يقتضي امتثال أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، هذا هو مقتضى الإيمان. وأما الكافر إنه لا يبالي بنداء الله، ولا يبالي بالحلال والحرام، إنما هذا خاص بالمؤمنين بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين، تداينتم بدين، والدين الدين ضد الحاضر، الدين ضد الحاضر، الحق الحاضر والحقوق الحاضرة. أما الحقوق المؤجلة هذه تسمى بالدين. إذا تداينتم بدين، فدل على حل الدين وجوازه إذا خلا من الربا، خلا من الغش والكذب، خلا من الجهالة والغرر، فإن الدين حلال. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الدين لا يكون إلا إلى أجل طويل أو قصير، ولكن الفائدة في قوله مسمى، فلا بد أن يكون الأجل محددا مبينا غايته ونهايته. فأما المؤجل الذي لم يحدد فإنه لا يجوز ولا يصح. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، هذا هو الأجل المسمى المعلوم محدد. التأجيل الذي لا يحدد لا يصح. وقوله تداينتم بدين يشمل دين السلم، وهو
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، كالإسلام في الثمار والحبوب والمصنوعات والمنتوجات، تقدم الثمن في المجلس وأما السلعة والمثمن فيكون مؤجلا. هذا هو دين السلف. ويشمل دين القرض، فإذا أقرضت أحدا مبلغا من المال فإنك تكتبه وتشهد عليه لأجل الضبط، والقرض لا يتأجل، القرض لا يؤجل، بل يكون بحسب يسر المقترض، متى ما أيسر يرده، ولو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد شهر، القرض ليس له أجل ولا يؤجل، ولكن يكتب ويوثق لئلا يضيع. ويشمل كذلك ثمن السلعة المؤجلة المؤجل، فإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاكتبه وبين أجله، لأن البيع على قسمين، حال ومؤجل، والحال يأتي في آخر الآية الكريمة، وهنا المؤجل، ثمن المؤجل، فيكتب ويبين أجله. وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن، لأن التأجيل يقتضي الزيادة، وإلا لم يؤجل صاحب السلعة، لا بد أن يكون بيعها مؤجلا أكثر من بيعها حالا، وهذا جائز. ويشمله قوله تعالى إذا تداينتم بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى طعاما لأهله ورهن درعه صلى الله عليه وسلم، اشترى طعاما لأهله إلى أجل ورهن بذلك درعه عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند صاحب الدين. دل هذا على جواز البيع بالأجل مع الزيادة، وليس هذا من الربا كما يتوهمه بعض طلبة العلم، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشمله الآية لا تداينتم بدين. ينبغي التنبه لهذا، لأن بعض طلبة العلم وغير المتمكنين في الفقه يحرمون بيع السلعة إلى أجل مع زيادة، يقولون الزيادة ذي ربا، لأنهم لا يفهمون الربا ولا يفرقون بين البيع وبين الربا، فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة. ويشمل الإجارة، الإجارة أيضا دين في ذمة المستاجر، استاجر منك دكان، بيت، سيارة، سنة، مدة سنة، مدة سنتين، مدة 3 سنين أو أكثر أو أقل، لا بد أن يكتب العقد، عقد الإجارة، يبين مقدارها ويبين مدة الإجارة، ويشهد على ذلك من أجل قطع النزاع، ضياع الحقوق. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه وثقوه بالكتابة، فالكتابة نعمة من الله سبحانه وتعالى، من بها على عباده يكتبون بها أمورهم، يكتبون بها
العلم ومسائل العلم والمؤلفات، ويكتبون بها الديون، ويكتبون بها التاريخ، ويكتبون بها جميع شؤون. فالكتابة نعمة من الله، علمها عباده، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فاكتبوه، وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، إنما هو أمر إرشاد، بدليل أنه سبحانه قال في آخر الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا أمن الدائن المدين ولم يكتب الدين ولم يأخذ عليه رهنا فهذا جائز، ويجب على المؤتمن والمدين أن يؤدي الذي اؤتمن ولا يمكر ولا يجحد. فالأمر هنا بقوله فاكتبوه للاستحباب وليس هو للوجوب، فهو أمر إرشاد لا أمر إيجاب. ثم قال جل وعلا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يكتب بينكم كاتب بالعدل، يجب على الكاتب أن يعدل في كتابته، فلا يضر الداين بأن يترك شيئا من حقه لا يكتبه، ولا يضر المدين بأن يزيد في الدين عليه، وإنما يكتب الواقع ويكون أمينا في كتابته. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يكتب الواقع من غير زيادة ولا نقص، لأنه إن زاد ظلم المدين، وإن نقص ظلم الداين. فلا يحابي، لا يحابي الداين فيزيد له، ولا يحابي المدين فينقص من الدين، بل يكون عدلا، لأن الداين والمدين ائتمناه على الكتابة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم قال: ولا يأب كاتب أن يكتب. لا يجوز للكاتب أن يمتنع من الكتابة، لأن الناس محتاجون إليها، فلا يمتنع. إذا طلب منه أن يكتب يجب عليه أن يكتب. ولا يأبى كاتب، هذا نهي، أن يكتب، لأن هذا من النفع بالعلم، كما من النفع بالعلم الذي علمه الله إياه. فالعالم لا يبخل بعلمه، والكاتب لا يبخل بكتابته، ولأنه إذا أبى أن يكتب ضاعت الحقوق، فكان سببا في إضاعة الحقوق. ثم قال تعالى: كما علمه الله فليكتب. هذا تأكيد لقوله ولا يأبى كاتب، فإنه إذا أبى أن يكتب فقد جحد نعمة الله عليه، لأن الله علمه الكتابة وهي نعمة، وتعلم الكتابة نعمة من الله عز وجل، شكرها بأن يبذل الكتابة للمحتاجين،
فيكتب لهم ما يحتاجون إليه، فإن أبى أن يكتب فقد جحد نعمة الله عليه، يكون هذا كفرانا للنعمة كما علمه الله. وهذا فيه إشعار بأن الكاتب إنما تعلم الكتابة بفضل الله، ولو شاء الله ما استطاع أن يكتب ولا أن يعرف الكتابة، فالله هو الذي علمه الكتابة وأمره أن يكتب بين الناس كما علمه الله فليكتب. هذه واحدة، الكتابة، وعرفنا أدب الكاتب، أدبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال وليملل الذي عليه الحق. من الذي يملي على الكاتب؟ هل هو الداين؟ لا. هل هو الشهود؟ لا. الذي يملي على الكاتب هو المدين، هو المدين، يعترف بالحق الذي عليه ويقر بالحق الذي عليه، لا يملي غيره. وليملل الذي عليه الحق. ثم ذكر أدب المدين فقال وليتق الله، يتق الله سبحانه وتعالى، ولا يجحد شيئا من الدين أو يأبى أن يعترف بالدين والحق الذي عليه. وليتق الله ربه، فإن أبى أن يملي وهو قادر على الإملاء من أجل أن يضيع الحق، وأبى أن يقر، فإنه لا يتق الله عز وجل. هذا دليل على عدم تقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال وليتق الله ربه، ربه الذي أنعم عليه ورباه، فلا يقابل نعمة الله بجحود الحقوق التي عليه وكتمانها، فإن الله مطلع عليه ومحاسبه، وقد يعجل له النقمة والعقوبة في الدنيا إذا جحد حقوق الناس وأبى أن يعترف بها. فإن الله ربه سيجازيه على ذلك. وليتق الله ربه. ثم قال ولا يبخس، لا يبخس المدين شيئا من الدين ويجحده، بل يعترف ويقر بالدين كله، ولا يجحد منه، ولا يبخس ينقص، لا يبخس لا ينقص منه شيئا، لا يبخس منه أي من الحق الذي عليه، وينقص ويجحد بعضه. فلا يكفي أنه يعترف بالبعض ويجحد البعض الآخر، لا بد أن يعترف بالجميع، لأن هذا شيء في ذمته. ولما كان المدين قد لا يستطيع الإملاء، لا يستطيع الإملاء لعارض عرض له، فإن وليه يقوم مقامه وينوب عنه في الإملاء على الكاتب وإطلاع الشهود. ولهذا قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، والسفيه هو خفيف العقل الذي ليس عنده ضبط، ليس عنده ضبط، ويبذر الأموال، وقد يعترف بشيء ليس هو في ذمته، يبذر ماله، هذا السفيه الذي يبذر المال سفيه.
يعني خفيف العقل لا يضبط، هذا لا يملي، ما يصلح أنه يملي لأنه لا يضبط الإملاء، وهذا محجور عليه في أمواله لحظه لأن لا يضيعها، وربما يعترف بمال ليس هو في ذمته لأنه ما عنده عقل. إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا يعني صغير ما بلغ، ضعيف يعني الصغير الذي لم يبلغ، فهذا يقوم وليه مقامه، أو لا يستطيع وهو عاقل وكبير لكنه لا يستطيع الإملاء لأنه أخرس مثلا لا ينطق لا يستطيع الكلام أو به مانع من الكلام، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، وهذا كالأخرس مثلا، والذي لا ينطق باللغة العربية لغته أعجمية أو بالعكس لغته عربية والمقام مقام لغة أخرى، هذا لا يستطيع أن يملي، يقوم وليه مقامه، وليه وكيله قريبه، فليملل وليه بالعدل، كما أن الله أوصى الإنسان أن يملي بالعدل كذلك الولي يجب عليه الذي يتولى على السفيه أو على الضعيف أو على العاجز عليه أن يعدل، فيملي الحق كاملا ولا يبخس منه شيئا لأنه مؤتمن، ويقوم مقام العاجز عن الإملاء فلا يملي شيئا غير صحيح، لا يملي شيئا غير صحيح لأنه أمين مؤتمن، فليملي الوليه بالعدل. هذا التوثيق الأول، الكتابة وآدابها والاعتراف والإقرار وآدابه. ثانيا التوثيق الثاني الإشهاد، ما يكفي الكتابة لا بد من الإشهاد على الدين المكتوب، واستشهدوا أي اطلبوا الشهادة، استشهدوا يعني اطلبوا من يشهد. كم نطلب؟ شهيدين، اثنين، استشهدوا شهيدين من رجالكم، لا من الصغار بل من البالغين العقلاء، استشهدوا شهيدين من رجالكم، ولا من الكفار أيضا، من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين، فيشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم إلا في مسألة الوصية في السفر كما في آخر سورة المائدة، وصية في السفر إذا لم يكن موجود إلا الكافر فإنه تقبل شهادته للضرورة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني لا يكونون صغارا ولا يكونون كفارا ولا يكونون من النساء من الرجال، إذا أمكن وجود
شاهدين من الرجال فلا تقبل النساء، لا تقبل النساء. أما إذا لم يوجد إلا شاهد واحد من الرجال فيضم إليه امرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان يشهدون على هذا الدين. فجعل الله شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، لأن الرجل أقوى عقلا وأقوى ذاكرة من المرأة، المرأة ضعيفة ذاكرة، وأيضا عقلها لا يساوي عقل الرجل، لذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل للشهادة. والثانية الميراث، الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين. والثالثة الدية، دية من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر. الرابعة العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الجارية شات واحدة. هذه هي المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل كما ورد بها الشرع. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة. ما يكفي مجرد رجلين أو رجل وامرأتين، ما يكفي، لا بد أن يكون الشهود على المستوى المطلوب، على المستوى المطلوب من حيث العدالة ومن حيث الضبط والإتقان. ممن ترضون من الشهداء. ثم بين الحكمة من كون المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة، قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة سريعة النسيان خلاف الرجل فإنه أقوى ذاكرة. المرأة سريعة النسيان، ربما تنسى ما شهدت به، فإذا كان معها امرأة أخرى ذكرتها. أن تظل يعني تنسى، المراد بالضلال هنا النسيان. أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنك قد شهدت على كذا وكذا وأنا معك شهدت، فتذكرها بذلك. عند ذلك تتذكر. أن تظل إحداهما أتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا من آداب الشهود. الله ذكر لنا آداب الكاتب، ذكر هنا آداب الشهود. ولا يأبى الشهداء، كما قال ولا يأبى كاتب أن يكتب، قال ولا يأبى الشهداء إذا دعوا لتحمل الشهادة، إذا دعوا لتحمل الشهادة لا يأبون، لأن هذا فيه إعانة على ضبط الحقوق. وكذلك لا يأبون إذا طلبوا لأداء الشهادة بعدما تحملوها. ولا يأبى الشهداء تحمل الشهادة، ولا يأبى الشهداء أداء الشهادة التي تحملوها إذا طلبوا، إذا طلبوا، لأنهم إن أبوا أن يشهدوا، إن أبوا أن يؤدوا الشهادة، إن أبوا أن يؤدوا الشهادة فقد كتموها، فقد كتموها. والله جل وعلا قال في آخر الآيات ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من تحمل شهادة
فإنه يؤديها إذا طلبت منه، أما إذا لم تطلب منه فإنه لا يتقدم بها إلا إذا رأى أن الحق سيضيع، لأنهم ما وجدوا الشهود وهو عنده خبر ويبي يضيع الحق فإنه يشهد لأن لا يضيع الحق، أما ما دام فيه غيره فإنه في عافية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا من آداب الشهداء أنهم لا يأبون عن التحمل ولا يأبون عن الأداء إذا طلبوا لذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. لا تسأموا يعني لا تملوا، لا تملوا وتتساهلوا إذا كان الدين يسيرا وتقولون هذا ما يحتاج كتابة، لا اكتبوه ولو كان يسيرا إذا كان مؤجلا، إذا كان مؤجلا ولو كان يسيرا اكتبوه، ولا تقولوا هذا شيء يسير، لأن حقوق الناس أمرها صعب ولو كانت يسيرة. ما تتساهل بحقوق الناس تقول هذا يسير. ولا تسأموا أي لا تملوا وتتساهلوا أن تكتبوه أي الدين صغيرا أي قليلا أو كبيرا مبلغ كبير، كله سواء القليل والكثير كله يحتاج إلى كتابة إذا كان مؤجلا إلى أجله. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثم بين الفائدة من ذلك فقال: ذلكم أقسط عند الله. والقسط هو العدل، هذا عدل كتابته والإشهاد عليه قليلا كان أو كثيرا هذا عدل، وأما تركه وإهماله هذا خلاف العدل. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أقوم للشهادة، لأن الدين إذا كان مكتوبا فهذا مما يعين الشهود على تذكره وعلى تذكر الشهادة، فأما إذا لم يكن مكتوبا واقتصر على الإشهاد فقط فربما أن الشهود يموتون أو يموت أحدهم أو ينسى، فتكون الكتابة المسجل فيها الشهادة تكون كافية إذا تعذر إحضار الشاهد لأداء الشهادة، فكتابة اسمه في العقد هذه كافية. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذكر ثلاث فوائد في الكتابة والإشهاد، ثلاث فوائد: أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. لا يحصل بينكم خلاف عند حلول الدين ونزاع، يقول مثلا المدين أنا سددت، يقول الدائن لا أنت ما سددت، يقول المدين الدين 100 ريال، الدائن يقول لا الدين 150. فإذا كان مكتوبا ومشهدا عليه فإنه ينحسم النزاع نهائيا. عدنا ألا ترتابوا. ثم إن الله استثنى مما سبق إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، بيع وشراء في الحال، بيع وشراء في الحال ما فيه تأجيل، هذا ما حاجة إلى كتابته لأنه يتعب الإنسان، يبيع ويشري باليوم كم مرة، ربما مرات كثيرة، ما هو كل مرة بيجيب شهود ويكتب لا هذا ما يحتاج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ف البيع والشراء الحاضر ما يحتاج إلى كتابة، أما الإشهاد فحسن، ولهذا قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، سواء كان بيعا حاضرا أو مؤجلا، فالإشهاد لا يكلف وفيه أيضا أمان من الضياع ومن النزاع. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، بيع وشراء في المجلس في اليوم في يعني تجارة تدور بين الناس، هذه ما يحتاج كتابة لأنها ليست مؤجلة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أي حرج ألا تكتبوها. ف
فالكتابة للحاضر غير مأمور بها، لأنها لا فائدة منها ولأنها تكلف. أما الإشهاد فلا، الإشهاد يشهد على الحاضر وعلى الماضي، ولهذا قال وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم إنه سبحانه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. الإضرار ممنوع، فلا يجوز للكاتب أن يضار المشهود عليه أو المشهود له، بل يجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها، ولا يحمله الهوى أو المحابات إلى أن يغير في الشهادة ليضر أحد الطرفين. لا يضار كاتب ولا شهيد، هذا على أن المراد إذا كان الضرر واقعا على الكاتب والشهيد فهو ممنوع. وقيل لا يضار كاتب ولا شهيد، أي أن الكاتب لا يقع عليه ضرر والشهيد لا يقع عليه ضرر، فإذا كان عليه ضرر من الكتابة أو من الشهادة فإنه يعفى من الكتابة ويعفى من الشهادة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فقوله لا يضار هذا محتمل، أو يسمون هذا من المجمل في الألفاظ، يسميه الأصوليون من المجمل اللفظي، لا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد على غيرهما، ويحتمل أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد من غيرهما، والآية عامة لهذا وهذا، لا مضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد أي شاهد. ثم قال واتقوا الله، ختم الآية بقول نعم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن حصل إضرار، إن حصل إضرار للكاتب أو الشهيد، أو إضرار من الكاتب والشهيد على أحد الطرفين، فإن هذا فسوق. والفسوق هو الخروج عن الطاعة، قد يكون الفسوق كبيرا قد يكون صغيرا. فالكفر يسمى فسوق، والمعاصي تسمى فسوق، معاصي الكبائر والمعاصي الصغائر كلها تسمى بالفسوق، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله، ويشمل الفسوق الكبير والفسوق الذي دون ذلك. ولهذا قال فإنه فسوق بكم، يعني نوع من الفسوق. واتقوا الله، ختم الآية بالأمر بتقوى، وهذا موجه للداين والمدين والكاتب والشهود، كل منهم عليه أن يتقي الله جل وعلا، ولا يخل، لا يخل بهذه الآداب الشرعية. ثم قال ويعلمكم الله، هذه التعاليم التي في الآية، الكتابة والإشهاد والآداب التي ذكرها، كلها من تعليم الله جل وعلا، علم عباده لمصلحتهم فضلا منه سبحانه وتعالى. وقيل واتقوا الله ويعلمكم الله، قيل معناها أن التقوى سبب للعلم النافع، فطالب العلم يجب عليه أن يتقي الله في طلب العلم، فإذا اتقى الله علمه الله، فالتقوى سبب لنيل العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالتقوى سبب لكل خير، تقوى الله سبب لكل خير، والله بكل شيء عليم، الله جل وعلا بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم ومن إخلالكم بهذه الأمور، فإن الله يعلم ما يقع منكم من النيات والتصرفات والتفريط، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيضا هذا فيه الترغيب في العلم، لأن من اتقى الله علمه الله من علمه، والله بكل شيء عليم. فالعلم كله من الله سبحانه وتعالى، ما أحد يأخذ العلم بقوته ولا بذكائه ولا بنسبه، وإنما منة من الله جل وعلا يمن بها عليه. فالعلم منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول، وما حكم بيعها؟ إذا ثبت أن العطورات فيها كحول، الكحول خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا ثبت أن فيها خمرا وأنها تسكر لو شربت، إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها، لأنها تسكر خمر. أما مجرد الشائعات، بعض الشركات تشوش على الشركة الأخرى تقول إن منتوجاتها فيها كحول من أجل التنفير، لا تصدق الشائعات حتى يثبت أن هذا العطر فيه خمر، فيه كحول. نعم. يقول: في بلادنا طوائف كثيرة، القبوريون والصوفيون، ومنهم أئمة وخطباء مساجد. السؤال: هل يجوز أن نصلي خلفهم؟ الذي بلغ به التخريف إلى الشرك لا يصلى خلفه. الذي يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، يذبح لهم، ينذر لهم، هذا مشرك، ولا تجوز الصلاة خلفه. نعم. هل يجوز للإمام الأعجمي أن يقرأ في صلاته أو يخطب بلغة قومه إذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية؟ القرآن لا يكون إلا باللغة العربية، ولا يمكن أنه يقرأ بلغة غير اللغة العربية، هذا مستحيل. مستحيل أنه يقرأ القرآن باللغة الأعجمية أبدا، فيقرأ بالعربية ولو كان القارئ أعجميا. أما الخطبة، إذا كان الحضور كلهم أعاجم فإنه يخطب بلغتهم، أما إذا كان الحضور بعضهم أعاجم وبعضهم عرب فإنه يخطب باللغة العربية ويترجم للأعاجم. نعم. يقول: تقدمت لشراء السيارة ودفعت مبلغ من المال مقدما، ولكن بعد 9 سنوات توقفوا عن صيانة تلك السيارة، فأردت أن أسترجع المال ولكن لم أتحصل على المبلغ، فهل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية؟ نعم. يقول: تقدمت لشراء سيارة ودفعت مبلغا من المال مقدما، ولكن بعد 9 سنوات توقفوا 9 سنوات نعم. توقفوا عن صناعة تلك السيارة. صناعة لم يوضح الخط. فأردت أن أسترجع المال ولكن لم أتحصل على المبلغ، فهل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية؟ يظهر من سؤاله أنه تقدم لمصنع سيارات وعطاهم قيمة السيارة ليصنعوها له، يصنعوها له، هذا يسمى سلم، هذا دين السلم، ولكن في النهاية ما حققوا المطلوب ولا صنعوا له السيارة. إذا ردوا عليك المبلغ
فإنك تزكيه. إذا ردوا عليك المبلغ طالبهم بالمبلغ، طالبهم إما أن يصنعوا السيارة على المواصفات المشروطة، وإما أن يردوا عليك المبلغ، فإذا ردوه فإنك تزكيه. نعم. يقول: هل من نصيحة لبعض الإخوة المسلمين الذين يقيمون في بريطانيا، حيث يستحلون أموال تلك الدولة بسرقة الغاز والكهرباء وغير ذلك بحجة أنها ديار حرب، علما بأن تلك الدولة تعطيهم ما يكفيهم من المال، فهل من نصيحة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا غدر وخيانة، ولا يجوز الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر. الكفار ائتمنوكم وأقروكم في ديارهم، سكنوكم، وليست دار حرب، ليست دار حرب، هذه دار معاهدة ودار عهد، دخلتم بالعهد عندهم، فعليكم الوفاء، ولا تحل لكم أموالهم، عليكم بالوفاء بالعهود والعقود، والمسلم لا يغدر ولا يخون. نعم. يقول: ما حكم قتل القطط المؤذية؟ لأنكم لما دخلتم في بلادهم بإذنهم وبموافقتهم، هذا عهد بينكم وبينهم، عقد، هذا عقد بينكم وبينهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء مع الكفار ولا مع المسلمين. نعم. ما حكم قتل القطط المؤذية؟ المؤذي يقتل، الذي لا يندفع أذاه إلا بالقتل يقتل، من القطط وغيرها، أما إذا كان يندفع أذاه بغير القتل فلا تقتل. نعم. امرأة طافت حول الكعبة وأثناء الطواف قطعت خيطا من ستار الكعبة للتبرك به ووضعته في مصحف وتريد أن تذهب به إلى بلادها، ما حكم ذلك؟ هذا جهل، هذا جهل، ولا يجوز أخذ شيء من كسوة الكعبة ولا يتبرك به، تبرك به هذا من الجهل، فهذا خطأ، ولا تعود لمثل هذا الشيء، لا تعود لمثل هذا الشيء، ولا تتبرك بهذه القطعة، وهي قد أخطأت في قطع شيء من كسوة الكعبة. نعم. يقول: عند دفن الميت هل يجوز رفع التراب على القبر أكثر من شبر؟ لا، لا يرفع القبر أكثر من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، لأن رفع القبور يفضي إلى الغلو بها وبأصحابها، ويغري العوام بالتبرك بها. أما إذا كانت القبور متساوية فإن بعضها لا يعرف من بعض فلا يحصل فتنة، لكن لما يكون قبر من بين القبور مرتفع يقولون الناس: إيه هذا ما ارتفع إلا لأنه ولي، لأنه له شأن، ثم يقبلون عليه وما أسرع الناس للفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كانت قبور الصحابة متساوية، لا يرفع بعضها على بعض. نعم. يقول: لم ألتزم بالصلاة في أول حياتي وقد فاتتني الكثير من الفروض، فهل أستطيع أن أقضي الآن ما فاتني في الماضي؟ الصحيح أن عليك التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل، أما ما فات وأن تترك الصلاة متعمدا، أنت لست على الإسلام، لست على الإسلام، دخلت في الإسلام بعد التوبة والمحافظة على الصلاة. نعم. أملك بيتا لست بحاجته وإنما أستفيد من قيمة. أملك بيتا لست بحاجته وإنما أستفيد من قيمة الإيجار، هل أدفع عن قيمة البيت أو عن قيمة الإيجار الزكاة؟ إذا كنت تنوي البيت للآجار ولا تنويه للبيع، وإنما تنويه للآجار، إنك تزكي الأجرة فقط وليس على البيت زكاة. أما إذا كنت تنويه للبيع وتؤجره في نفس الأمر، فإن عليك زكاة قيمة البيت
وزكاة الآجار جميعا. نعم. يقول أعمل في طلب العلم أو أسعى لطلب العلم خلال سفري، ثم يطرأ علي بعض الأشياء وأترك الجدول حال انشغالي، هل يعد هذا من عدم الجدية؟ إنسان لك عذر في عدم حضورك أنت معذور، أما إذا كان ما تحضر من باب التكاسل فهذا نقص، هذا لا شك أنه نقص وزهد في طلب العلم، فعليك أنك تترك هذه العادة تجد في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حضور. نعم. ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ كعورتها عند الرجل من محارمها، يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين فقط عند المرأة، كما يجوز لها ذلك عند محرمها، لأن الله ذكر المحارم وذكر النساء جميعا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى قوله أو نسائهن، الحكم واحد، أي لا تبدي لمحرمها إلا الوجه والكفين والأطراف، فكذلك لا تبدي هذا للمرأة، لا تبدي إلا ما تبديه لمحرمها. نعم. يقول نحن مجموعة أشخاص نقوم بجمع مبلغ من المال وقدره 150 دينار كل نهاية شهر، ثم نقوم بعملية قرعة، والشخص الذي يظهر اسمه يأخذ المبلغ وهكذا حتى ينتهي المبلغ والجميع يأخذ القيمة، هل ذلك جائز؟ هذا يسمى بالقرض الجماعي، الجماعة يقرضون واحد بالدور فيما بينهم أو بالقرعة كما ذكر السائل، أنا أرى أن هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعا، فهو أقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه طمعا يقرضوه ويأتي عليه الدور، فهو قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء وفيه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض المقصود منه الإرفاق وإعانة المحتاج ثم يرد المبلغ، هذا ليس القصد منه الإرفاق، هذا القصد منه الطمع، تقرضهم من أجل أن يقرضوك ويأتي عليك الدور أو تظهر لك القرعة، هذا مقصود به النفع. نعم. يقول أختي متزوجة وتعمل مدرسة وتتقاضى مرتب لا يكفيها وعليها دين. أختي متزوجة وتعمل مدرسة. نعم. وتتقاضى مرتبا لا يكفيها وعليها دين لا تستطيع الوفاء به، علما بأن المرتب لا يكفي لسد حاجتها، فهل يجوز أن أبحث لها عن زكاة أموال من أصدقائي دون أن أذكر بأنها أختي؟ إذا كانت تحت زوج، إذا كانت أختك تحت زوج فإن الذي ينفق هو الزوج، فإذا علمت أن الزوج فقير وأنه لا يستطيع النفقة أو تمام النفقة عليها وعلى أولادها فإنه يستحق الزكاة منك ومن غيرك. نعم. يقول إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، فهل يجوز الإجماع على أحد القولين؟ السؤال هذا ما هو وجيه، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فلا حجة لقول بعضهم على بعض، تكون المسألة اجتهادية، وإنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، يكون حجة عند بعض الأصولية، أما إذا خالفه صحابي آخر صارت المسألة اجتهادية. نعم. يقول إمام في قريتنا يكتب التمائم بكتابة غير واضحة تماما ويدعي أنها من القرآن، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ يشترط في كتابة القرآن لأجل محوه
لأجل محوه بالماء وشرب الماء اشترط أن يكون باللفظ العربي الواضح ولا يكتب كتابة لا تقرأ، هذا منهي عنه، منهي عنه أنه يكتب كتابة لا تقرأ، يكتب الآية كتابة واضحة يقرأها القارئ لئلا يدخل شيء ما يعرفه الناس من الشركيات أو الخرافات، هذا لا يجوز له. أما الصلاة خلفه فإنك تنهى عن هذا، فإن انتهى وإلا لا تصلي خلفه من أجل أن يرتدع. نعم.